سفينة MSC وورلد أوروبا، الفندق العائم للمشجعين تصل ميناء الدوحة، فلنتابع. وصول عملاق البحر وأول فندق عائم إلى ميناء الدوحة، باخرة MSC وورلد أوروبا. سفينة 5 نجوم تحتوي على 2633 غرفة وتتسع لأكثر من 6000 شخص، وست برك سباحة ومحلات للتسوق و13 مطعما وكل الخدمات المرافقة لخدمة زوار قطر في مونديال. وستستقل السفينة المشجعين خلال مونديال قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر القادم، وستقضي عامها الأول في مياه الخليج العربي، ثم ستغادر المنطقة في صيف عام 2023 متجهة صوب البحر المتوسط. وتضم السفينة الفندقية ممشى خارجيا بطول 104 أمتار و33 مطعما وصالة، لكل منها طابعه الخاص، وتوفر أنشطة ترفيهية يومية من حفلات موسيقية وعروض مسرحية.